أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا إن إبراهيم
ولم يكن من المشركين شاكرا
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالذي أحسن. إن ربك هو أعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولو صبر لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا واصبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن وإن عاقبتم
عقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا واصبر وما صبرك إلا بالله
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا واصبر ولا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن صدق الله العظيم. الله يعزك الله يبارك فيك.